نطلع نشوف زميلنا كريم أحمد مع كابتن سيد عبد الحفيظ وماذا قال عن أيضا هذه أو بعد نهاية هذه المباراة. بجد التحية لكابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم جدا والمباراه كانت غايه في الاهميه، كان ليها تحضيرات فنيه على مستوى كبير، مستوى اداري. كابتن سيد عبد الحفيظ سريعا مدير الكوره، مبروك يا كابتن سيد. يعني نقدر نقول النهارده المباراه تم التحضير لها بشكل جيد، المركز الثاني والطفره اللي عاملها كابتن عماد النحاس النهارده صعبت المباراه بشكل كبير، لكن كالعاده شخصيه النادي الاهلي والاداء الكويس والاداء المطلوب للعيبه النهارده قدرنا ان احنا نحسب المباراه. حطينا في الاجواء كابتن سيد النهارده. الحمد لله. طبعا يمكن قبل اللقاء انا يعني كنا متاكدين انها تبقى مباراه صعبه ومباراه فيها سنه عصبيه شويه، وده وضع طبيعي يعني ما بين المركز الاول والمركز اللي بعديه على طول هو نادي المقاولين عرف، فوضع طبيعي يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن الشوط الاول انهيناه بهدف، وكان ممكن كره اجاي تبقى واحده من اجمل الاهداف اللي موجوده في الدوري، لكن برضو الحمد لله على كل شيء. الشوط الثاني الطرد طبعا صد يعني زاد من صعوبه اللقاء، لكن برضو هرجع وقلت وباكد دايما ان في الاوقات الصعبه بيبقى التلاحم والترابط والتعاون والاصرار والعزيمه والروح اللي بيلعب بها لعيبه النادي الاهلي، قدرنا عن طريق وليد سليمان ان احنا نضيف الهدف الثاني الحمد لله.